استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر صباح اليوم وزير النقل جلال سعيد والوفد المرافق له من قيادات الوزارة خلال زيارته للمحافظة. وخلال جولته تفقد وزير النقل طريق القصاصين الصالحية للاطمئنان على تنفيذ خطة العمل بالمشروع. الطريق ده عبارة عن ازدواج الطريق من القصاصين للصالحية. العمل بيتم الآن، المشروع ده كان متوقف بقاله 4 سنين. الآن العمل بيتم بنسبة تنفيذ 25%. الآن طول الطريق 25 كيلو. الطريق ده من الصالحية، هناك مشروع آخر انتهى بالفعل أو نسبة تنفيذه 95%، وهو طريق الصالحية إلى الأنطرة غرب. المحور ده مهم لانه بيمر في وسط مزارع هنا في الجزء الزراعي من محافظه الاسماعيليه، وايضا داخل محافظه الشرقيه، وبالتالي هيبقى له يعني مردود كبير جدا على كل التجمعات السكانيه الموجوده هنا وعلى المدن الموجوده هنا وعلى نقل المنتجات الزراعيه سواء في اتجاه القاهره او في اتجاه بورسعيد او في اتجاه الاسماعيليه. طبعا الاسماعيليه مش بس مخدومه بالمشروعات اللي بنتكلم عليها، الاسماعيليه بيخدمها محور 30 يونيو الجاري اللي عمل فيه الان، وده بيربط كل منطقه قناه السويس من الجنوب الى الشمال، بيخدمها طريق القاهره الاسماعيليه اللي تم اعاده تطويره وبناء مجموعه كبيره جدا من الكباري العلويه على الطريق ورفع كفاءته. انا شايف ان محافظه الاسماعيليه بهذه الشبكه اللي موجوده بشبكه الانفاق تحت قناه السويس التي يتم انشائها بكوبري السلام عند الفردان، اعتقد انه محافظه الاسماعيليه الان مهيئه الى انطلاقه كبيره في التنميه ان شاء الله. يعني صحيح ان عندنا مشروع انفاق بيتم تحت قناه السويس الجديده والقديمه، عندنا صحرات بنعبر بها الميه لصالح استزراع واستصلاح اراضي شرق القناه، بنتكلم على الاسماعيليه الجديده، بنتكلم على العديد من المشروعات القوميه، لكن انا بعتبر من اهم المشروعات القوميه اللي بتتم على ارض الاسماعيليه هي شبكه الطرق القوميه اللي بيتم واللي جزء منها النهارده.